بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد فاز معنا في هذه المسابقة الخاصة بين المتسابقين الفائزين في المسابقات التسع الماضية المتسابق سعيد محمد أمين زرلي. طبعا تلاوته جيدة وطيبة ويملك صوتا نديا وأداء طيبا، ولكن هنالك ملاحظتان بسيطتان. فعند قوله تعالى مستقيما هو لفظ القاف المكسورة هكذا بدرجة عالية من الاستعلاء، وينبغي أن يكون أو أن تكون درجة التفخيم أدنى من ذلك لأنها أدنى درجات التفخيم إذا كان حرف الاستعلاء مكسورا، فينبغي أن يقرأ هكذا مستقيما. ثانيا عند قوله تعالى عظيما هو قرأها هكذا فأطال بالمد الطبيعي مد حرف الياء، طبعا هو مد طبيعي ينبغي أن يمد حركتان فقط، فينبغي أن تقرأ هكذا عظيما. نتمنى له ولجميع المتسابقين التوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأما عن الآيات المختارة لمسابقة الأسبوع القادم فهي من سورة الدخان من الآية 51 حتى الآية 59 أي إلى نهاية السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. صدق الله العظيم.
Mm-hmm.